السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تفضل. حضرتك، أنا عندي يعني كان عندي التهاب في الجيوب الأنسية في رمضان، الله يعافيك. ويعني أنا ما كنتش بقدر أستغنى عن القطرة في الأنف، بس كنت بحاول إن أنا يعني حتى لو نزلت يعني من مناخيري للحلق، إن أنا يعني كنت بدفنها وكده يعني. فيعني دي يعني هي لا، كده بتخطر ولا لا، صيامك صحيح، نعم؟ صيامك صحيح. تمام، جزاك حياك.